في ده، اه وبتشوف الشخص ده بيعمل دوره مع الطلبة ومع الأهالي ولا لأ. لأن أنا بشوف إن دلوقتي لأ، ما فيش المتابعة، لأن الأولاد بقوا بعيد جدا بيستعملوا كل اللي هو كل ما هو تكنولوجي، ودايما يعني حتى الدروس والمذاكرة بتاعتهم اتحولت بقت من خلال آلات، ما بقاش فيها التواصل ما بين الأم اللي بتذاكر لابنها وما بين المدرس لا، الدايركت وعايزه اقول اللي هو لحضرتك المعاملة برضو المباشرة. بقى الاب مش القدوه اللي احنا كنا مثلا بنشوفها. مش هقول الموضوع معمم، ولكن في بعض الاباء مثلا بتشرب مخدرات قصاد الولد او البنت. احنا اول مره نشوف ظاهره ان البنات بتضرب مخدرات، كلمه بتضرب. لا ده لا اه، الزيادة دي فدي لا حالات دي زيادة. فرديه وظاهره، تمام. فدي طبعا مش منتشره، ولكن ممكن تكون سبب من اسباب اني انا بقلد والدي او خالي او عمي او. فانا برضو عايزه حضرتك في رساله واضحه وصريحه ان احنا نقدر نلم ده. لازم انت تكون قدوه ليا. ما هو يبقى فين التأهيل للشخص؟ والنهارده انت حضرتك بتقولي ده واحد خلاص بقى بيتعاطى، اه يبقى النهارده هو في مشكلة ولازم تتحل، تمام. ولازم أطراف البيت ما يسيبوش ده يفضل يعني يفضل مستمر، لا لازم يبقى ليهم موقف ولازم يبقى ليهم قرار، سواء الزوجة سواء أهل الراجل نفسه، اه، كل الأطراف دي لازم تتجمع إن هي ما تسيبش المشكلة دي تستمر. عشان الناس لا ما المشكلة للي إن هي حواليه ما بتفضل يتأثرش. تكدب في نفسها، اه الأهالي بتفضل تكدب في نفسها، تمام. بتفضل تعدي وتعدي وتعدي لغاية ما المشكلة دي بتفضل تزيد، ما يمسكوش المشكلة ياخدوا فيها قرار، خوفا على منظرهم، خوفا من المجتمع، ده حقيقي. خوفا من أشكال كتير جدا ممكن تبقى مخاوف جوه نفوسهم مخليهم إن هم يسكتوا على المشكلة عشان ما تطلعش للنور، لأنها هي كده كده عواقبها هي هتطلع للنور، هتطلع للنور، مفيش مشكلة تفضل يعني مفيش كذب بيدوم، تمام، مفيش حاجة وحشة تفضل دايما، وطول ما هو في الضلمة طول ما هو المشكلة بتزيد، يبقى احنا صحيح. النهارده لازم ناخد القرار ونبتدي نواجه المشكلة ونحلها، ونحلها بعقل ونحلها بالراحة ونحلها بطريقة صح ونديها للمختص، ما نفتكرش ان احنا النهارده كعوامل بيت او كعوامل أسرة وحد وصل لمرحلة التعاطي خلاص.